دخلت الشرطة البلجيكية 3 أشخاص متورطين بهجوم القنابل الانتحارية في بروكسل والذي أودى بحياة 31 شخصا. وخلال عملية الشرطة في منطقة ساكري بيك أصيب رجل يحمل حقيبة برصاصة في رجله بعد رفضه الالتزام بأوامر الشرطة. وقال المدعي العام إن عملية الاعتقال متعلقة بعملية مداهمة في باريس يوم الخميس، حيث تم إحباط تخطيط لهجوم واعتقل 9 أشخاص في البلجيك واثنين آخرين في ألمانيا يوم الخميس. في الوقت نفسه أكد المسؤولون البلجيكيون هوية المهاجم الانتحاري الثاني وهو نجم العشراوي، وقد تم العثور على حمضه النووي في موقع هجوم باريس في شهر نوفمبر الماضي. ومع وجود صلة واضحة بين المسلحين المتورطين في الهجومين، تم إطلاق مزيد من التحقيقات حول العلاقة بين الحادثين بهدف التصدي لتهديدات تنظيمات متماثلة.